بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام. الله يحيي شال اسم سعيد بن ناصر. الاخ سعيد، وانت ترى هذه الافلاق يعني هنا في هذه الاماكن، ما الدلاله التاريخيه او في الدلاله التي تحملها يعني مثل هذه الافلاق؟ ليس يعني بالامر الهي، وانما تحتاج يعني الى هندسه لو مثلا في هذا الوقت او هذا الزمان. زين، فكم يعني من الخبراء ولا كم من الاستشاريين. لكن الانسان الروماني كان يعني مجرد انسان بسيط، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني وهب الصبر، وهب يعني الذكاء. زين، وكان فيما بينهم يعني تعاون، يعني الإنسان العمانيين سابقا كانوا متعاونين فيما بعد فيما بينهم يعني. نعم صدق. وحريصين يعني كل الحرص على يعني إدرار الماء يعني من أماكن بعيدة يعني. جزاك الله خير، بارك الله فيك، الله يحفظك.